شهدت محافظة الدقهلية افتتاح معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث بلغ عدد المعارض بالمحافظة 21 معرضا تضم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30% عن سعر السوق الخارجي، فضلا عن توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، منها 4 سيارات بمدينة المنصورة. باجي اشتري من هنا، الأسعار متناولة وجميلة ورخيصة، وباجي هنا على طول اخد السكر اهو مكتوب عليه 27. كل السلع التموينية موجودة، زيت، سكر، دقيق، كل حاجة موجودة ما شاء الله. الأسعار أحسن من بره بكتير،